النشرة الجوية، أهلا بكم. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المعتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارا بارد ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. أما عن سيناء فالطقس معتدل نهارا بارد ليلا ورياح معتدلة، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى 2 متر واتجاه رياح شمالية غربية. وعن التوقعات المنتظرة الأيام تشير إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في حالة الطقس. عن درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة الخميس 16-25، الجمعة 17-26، السبت 18-28، شرم الشيخ الخميس 20-28، الجمعة 20-28، السبت 20-29، الأقصر الخميس 12-28، الجمعة 13-31، السبت 13-32، درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة: 16-25 القاهرة، الإسكندرية 14-24، دمياط 15-24، بورسعيد 15-24.